تنتظر الجماهير المصرية ظهور منتخبنا الوطني لأول مرة منذ 28 عاما في بطولة كأس العالم في روسيا عصر غد، في صدام قوي ضد منتخب أوروغواي بالمجموعة الأولى، وفي نبأ سار لجماهير الكرة المصرية. أعلن المدير الفني للمنتخب هكتور كوبر جاهزية نجم مصر محمد صلاح للمشاركة في المباراة بنسبة 100%، ويواصل منتخب الفراعنة الاستعدادات النهائية للمباراة.